السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الطاجين ديال اللحم بالقنطريه. غادي نحتاج اللحم، يعني الكميه راه على حسب الرغبه. انا هنا غادي ندير نص كيلو. غادي نحتاج البصله وحده كبيره مشلضه بهذا الشكل هذا. غادي نحتاج المطيشه صلصه الطماطم اللي انا ديجا موجوده وعندي في المجمد، وراني دايره لكم فيديو على طريقه الاحتفاظ بصلصه الطماطم. عندي كذلك زيت الزيتون وزيت المائده. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج سكنجبير، البزار، الخرقوم والملحه. غادي نحتاج كذلك جوج ديال الدروس ديال الثومه. غادي نحتاج معلقه كبيره مخلطه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج الحامض، وغادي نحتاج كذلك الزيتون. الزيتون راه تقدروا ديروا الزيتون الاحمر، لاقاش نورمالمون الزيتون الاحمر، داك الزيتون الاحمر الكبير هو اللي تنديروا في هذا النوع ديال الطواجن، مي انا ما متوفرش عندي. الا عندكم تقدروا ديروه. غادي نحتاج كذلك القناريه، انا راه ديجا عندي موجوده في المجمد، وكذلك راني دايره معكم فيديو على الطريقه ديال الاحتفاظ ببعض انواع الخضروات. تقريبا واحد 4 كاس صغير مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. انا تنكثر زيت المائده، كيعجبني بصراحه. غادي ندير البصله، وغادي نضيف اللحم. نضيف كذلك الثومه، غادي نضيف العطريه. غندير العطريه ديالتي كلها في سليفه هكذا صغيره، غنخلطها بشويه ديال الماء، وغادي نضيفها على اللحم، وغنخلي اللحم يتشحى مزيان. من بعد ما تشحر ديال اللحم مزيان، غادي نضيف الربيع، غنضيف كذلك الطماطم اللي ديجا انا عندي سيرجولي، راه ديجا وريتكم كي كندير ليها. غنضيفها شويه، انا تقريبا عندي هنا جهد واحد جوج مطيشات صغيورين. راني درت ديجا معكم فيديو، تقدروا ترجعوا ليه تشوفوا كي كندير الحساب بالطماطم في المجمد. غادي يعني راه غادي ندير نصيب العادي، راه الاغلبيه ديال السيدات كيعرفوا كيعرفوا الطريقه ديال النصيب ديال اللحم. من بعد ما اللحم تشحر مزيان، غادي نزيد الكميه المناسبه ديال الماء فين غادي يطيب اللحم. انا راه غادي نطيبو غنص طيبه في الكوكوت، غادي نطيبو نص طيبه في الكوكوت، وغادي نرجعو للطاجين باش يكمل الطياب ديالو مع القناريه. غادي نخليه يطيب تقريبا واحد نص ساعه، وغادي نوريكم التتمه ديال المراحل ان شاء الله. من بعد اللحم موجد كما قلت لكم انا قبل في الفيديو، راني خليته تقريبا نص طيبه. غادي نردو في الطاجين، وغادي نستف عليه، وغادي نحط القناريه، وغنوريكم الشكل النهائي. رديت اللحم في الطاجين، غادي نستف القناريه. كما قلت لكم انا راه ديجا عندي سيرجولي، وراني وريتكم راه عندي فيديو وريتكم الطريقه ديال الاحتفاظ ببعض انواع الخضروات في المجمد، تقدروا ترجعوا ليه. تقريبا انا راه ما غاديش نزيد الماء، غادي نخليها طيب في الماء فاش طاب اللحم. غير مره نطلع عليه، لقيناه نقص الماء بزاف وغادي يتحرق، تنزيدو شويه بشويه. صراحه الطريقه ديال الاحتفاظ ببعض انواع الخضروات في المجمد زوينه بزاف وعمليه، يعني تتنفعنا بزاف وتتنربحو معها الوقت بزاف. من بعد ما ضفت الكميه القناريه اللي عندي، وكما قلت لكم راه دائما تنقول لكم في جميع الفيديوهات راه الكميه على حسب الرغبه، بغيتو تزيدو تزيدو، بغيتو كثر تزيدو، بغيتو قلت تنقصو. غادي نضيف القطع ديال الحامض، نعرفين بلي الحامض تيتماشى مزيان مع القناريه. ولا عندكم الحامض المصير يكون احسن، انا في هذا الوقت هذا ما عنديش، ما موجودش عندي. يعني غندير غير شويه ماشي بزاف. غادي نزيد الزيتون، وراني قلت لكم في البدايه ديال في البدايه ديال الفيديو اللي عندكم الزيتون الاحمر راه تيجي زوين. انا ما عنديش بصراحه، انا ما عمري ما لقيتو هنا في فرنسا.
فانتوما اللي عندكم الزيتون الاحمر تضيفوه على قشوه اللي تيجي مع القناريه، وكذلك اللي عندكم الحامض المصير تقدروا ديروه. نخلي الطاجين ديالي يكمل طياب ديالو. كما قلت لكم في الاول راني درت اللحم في الكوكوط مده نص ساعه، درت له تقريبا نص طيبه. من بعد رديته في الطاجين، درت القناريه، زدت الزيتون والحامض انا ما غاديش نزيد الماء كما قلت لكم، نبقى نطلع عليه مره الا لقيت الماء نقص بزاف راه غادي نزيد. لقيتو ما خصوش الماء راه ما غاديش نزيد. غادي نخلي الطاجين ديالي يستمر في الطياب ديالو وغادي نتلاقى باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال اليوم، الطاجين ديال اللحم بالقناريه. نتمنى يكون عجبكم، وكذلك نتمنى انكم تجربوه. والفكره ديال الكوكوط ان شاء الله بالنسبه للنساء فقط اللي ما تعرفوش، يعني تلقاوها عمليه وتجربوها ان شاء الله، راه غادي تنفعكم بزاف وغادي تختصروا الوقت بزاف. هو طبعا ما غاديش يجي بحال الطاجين اللي تنوجدوا على حقه وطريقه اللي تياخذ الوقت ديال الكافي ديالو، مي يعني هذه ديزاستيوس بعض الحيل اللي تخدموا بها باش نربحوا شي شويه ديال الوقت. يعني انا عندي فيديوهات سابقه وريتكم بزاف ديال الحيل اللي قدروا نستعملوها باش نربحوا الوقت في تحضير اي وصفه تقليديه. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي البنات، راه كما قلت لكم اللي بغات دير الزيتون الاحمر تيجي زوين، والحامض المصير تيجي زوين مع القناريه، انا ما كنش متوفرين عندي. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله البنات. اللي ما مشتركينش في القناه ديالي يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. كذلك ما تنسونيش بلي جيم بلي كومونتير. تنرحب بجميع الاسئله ديالكم والاقتراحات ديالكم. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.